آمال، سلوى وفاطمة، حرفيات فرقتهن اختصاصاتهن، فاجتمعنا في نادي لتعليم الحرف، نادي جمع المتفرقات، فكانت لكل واحدة منهن لمستها الخاصة. آمال ميولاتها الفنية جعلتها تختص في مجال النقش بالكي على الخشب رغم تكوينها المختلف. اسمي آمال الريحي، حرفية في برشا فنون منهم فن النقش بالكي على الخشب اللي هي بيروغرافير بالفرنسية. في عائلتي عندي الوالد إن شاء الله ربي يحفظه خطاط رسام ويتقن جميع أي حرفة يدوية، وأحنا جينا كيفو. عندي أخوتي زادة كيف كيف، زوز أولاد زوز ديبوزاريست يخدموا كل شيء زادة كيف كيف. عندي دي بانتر، عندي دي اللي يعمل سكولتور، أنا زادة جيت كيفهم، عندي في البانتور وعندي في كل شيء. حبيت الخدمة على اللوح على خاطر أني نعشق حاجة ناتورال اللوح، وفي الكي على الخشب حسيتها حاجة ياسر عندها قيمة وياسر مزيانة برشا. دخلت فيها الخط العربي زادة كيف كيف، لأن عندنا الخط العربي وتعلمت الخط العربي ونخدم البيروغرافير سواء بالنقش سواء بالخط العربي، وتطلع حاجة مزيانة برشا. أنا عملت باك بلس دو، جو سوي إدوكاتريس بوليفالونت، هذا التعليم متاعي. ومن بعد بما أني الهواية متاعي جبدتني أكثر، مشيت عملت فورماسيون باش نميت الهواية، باش تعلمت لي تكنيك جدد. ومن غادي بديت خدمتي في وعملت بطاقة حرفية بالطبيعة في الحاجات اللي أتقنت. نعمل بانتور سرويل، نعمل الخط العربي، خديت فيه شهادة زادة كيف كيف، ونعمل نقش بالكي على الخشب. هذا الحمد لله فيها شوي صعوبات على خاطر الحرفي ما يعرفش بروحه، ما يمشيش، ما يتصلش بجمعيات، ما بالحق ما يلقاش حظه، معناها برشا حرفيات. هذاك عليه انا اخترت الدومين كوني نعلم ونوري نساء باش نحاول اللي انا لقيتها صعوبه نعاون نساء باش ما يتيحوش في نفس الصعوبه. نجيب الحمد لله فما عباد تعجبهم خدمتي يقول لي علمنا نعلمهم. وفي الإطار هذايا المنظمة التونسية للتربية الأسرة هي اللي شجعتنا على الفكرة هذه، بما أنها عملت توأمة ما بينها وبين وزارة المرأة، وفما خط جديد في وزارة المرأة تعمل عام ناول اللي هما يحبوا يعاونوا النساء الحرفيات ولا حتى اللي عندها حرفة وما عندهاش مشروع ولا ما عندهاش فكرة متاع مشروع، يحاولوا يخليوها تدخل وتنفع روحها، فهمت؟ معناها في الإدارة هذه عملنا مجموعة متاع نوادي فيها مجموعة من الحرف، سواء اللي نعمل فيه أنا، اللي تعمل فيه زميلتي في البيجو، زميلتي الأخرى تعمل في الباتيسري. هذوما حاجات ينفعوا المرأة، تحبهم المرأة، في نفس الوقت تخرج من الإطار الضيق متاعها اللي هي في دارها جوست هي وروحها. سلوى اختصت في الرسم على كل المحامل. سلوى بلاكود حرم جرماسي، الصفة متاعي اني مدربة في، انا متكونة عاملة معناتها بانتور سورتو سيبور، وطول نعلم في بانتور سورتو سيبور، وميم طون في التقنية الجديدة هذه متاع البيجوتيسي. انت تعلمت هذايا في مدرسه ولا تعلمت وحدك؟ تعلمت وحدي، لان مش في مدرسه. كنت
كل شيء بانتور وكل شيء تعلمتها وحدك؟ لا البانتور تعلمته في مدرسة تبع النادي بن عروس من عام 2002، خذيت وقتها الشهادة متاعي وتركته شوية ومن بعدك رجعت له. طبعا رجعني لنا مدة لي 5 سنين، رجعت للنيدة وكبت الجديد وطبعا ندرب في المركز متاعنا. معناتها أنت هذية جديد، هذية جديد هو اللي هو معناتها هذية تسمى تيساج؟ معناتها بيجو تيسي أنا وظفته على الحايك على القماش، هو نجمو نعملو بيه دي براسلي، نعملو بيه دي كولي شرك، نجمو نعملو في لي كوفان، انا وظفتو على الحايك. وهذا معناتها لي موديل كيفاش استوحيته؟ منين جبت معناتها لي موديل قدم مش جدد معناتها ولا من عندك انت؟ لا مش من عندي انا، هو ما هو موجود الموديل في بلدان اخرى تعلمته ومارسته. وزادت عندك زادة معناتها ترسم على المخادد، ترسم على نعمل رسم على المخادد، على البلور، على الفخار، على الفولاغ، كل والميدان هذايا. فما خاصة على الفولار لاقى في وقت معين هو والبلار إقبال كبير، يتعلموا فيه برشا من عالم. أي من الأول كان برشا إقبال، توا نقص شوية الإقبال، توا نقص شوية الإقبال عليه، وإحنا ديما نحاول ديما نتبع الحاجة اللي فيها إقبال برشا. توا ولينا على التيسو الترانسفير ونرسموا على التيسو على قماش بالبانسو ونعملوا التابلو والبيجو. وحده كيما توا قلت لك البيجو، احنا في العاده البيجو حلق، وتوا ولات حاجات جديده ديما تبغى حاجات جديده وعقيق، ومن بعديك احنا نخيطوه على القماش. نجم نعملوه براسليات يتلبسوا ولا ديكولي ولا دي بوكل دوغي. أنت تعطي لمسة لللبسة هذيك؟ أنا حبيت نعملها على الحايك التونسي، نفس التكنيك، معناتها حبيت نعملها على اللبسة التونسية. رغم اختصاصها العلمي تكونت في صناعة الحلويات والمرتبات وبعثت مشروعها الخاص. فاطمة عقربي حرم غرسلاوي، حرفية حلويات تقليدية ومرتبات. انت الصنعة هذه تعلمتها بالصدفة كما نقوله؟ ايه هي شوية بالصدفة وشوية موهبة وشوية بالعادات والتقاليد، بكل الجهة اللي نسكن فيها سفاقس بون من الصغرى وإحنا نخدموها في الصيف في العطل، وزدت أنا كسقلتها بفورماسيون 2009. أنت التعليم بتاعك حاجة أخرى اللي هو خاطي الادمينستراسيون ريزو انفورماتيك وتليكوميونيكاسيون، لكنك انت فضلت انك تكون مشروع للهوايه نتاعي ورجعت خاطر فيك السوق تاعو نتاع الشغل تعب شويه، دونك ما حبيتش نقعد، حبيت ان نتحرك نلقى البديل. رجعت للحرفه اللي صنعت اللي في يديا، كنت نخدم حلويات توسكي حلويات تقليديه بجميع انواعها، طورتها تاو دخلت المرطبات، ساعة
سالي الفيغين برشا حاجات كل ما هو يخص الباتيسري من حلو والا مالح دونك بقدرة ربي ولله الحمد تخصص فيه. انا عامله كلوب باتيسري للكبار والصغار دونك يهم كل ما هو عالم الحلويات معناها فورماسيون فيها بلوزيور تيم اي تيم تتخيل في مخك نخدموه سالي سكري حلويات تقليديه بيس مونتي برشا برشا حاجات معناها. اجتمعنا بمبادرة مشتركة فبعثنا نادي لكل هذه الاختصاصات ولكل الأعمار. هو نادي تنشيطي بالأساس نعلموا فيه النساء الحرف اللي تنجم تتقنها نساء كيف كيف خاطر النساء اي واحده تقول لك راه عندي صغار وعندي باش ما يكونش عائق زاده كيف كيف تنجم تجيب صغارها عاملين نادي للصغار في الصناعات التقليديه يعملوا في بانتور على الصناعات التقليديه وفي البانتور الويل تنميه زاده كيف كيف الكوتي هذاك الكوتي المزيان برشا عند الصغار اللي يحبوا يعملوا البراتيك هذاك معناها عندنا النساء وعندنا لي زادوليسون ينجموا يعملوا البيجو ينجموا يعملوا برشا حاجات وعندنا الصغيرات يعملوا البانتور والا الارتيزانه. عندي صغار عندي ولدي صغير دونك قلت علاش ما نعمل حاجه جديده احنا صغيرات كل دونك عندنا يا سال دو سبور يا اذا طورنا شويه مشينا البيسين علاش ما نعملوش حاجه جديده يخدموا الانامل نتاعهم. انا نشوف الباتيسري تعلم برشا حاجات في وقت واحد تعلم الديسيبلين النظام النظافه يحس بقيمه الحاجه ما عادش كيما ياكل حاجه ولا واحد دونك ولا يخدمها يعرف قداش تكلف عليه ساعات مثلا تتطلب روسيت حاجه ماتير بريمير هي غاليه شويه يعرف اللي والديه دونك ساعات ما ينجموش يشريوها له يعرف قيمه الحاجه والله يتعلم برشا حاجات في نفس الوقت معناها. الاضافه اني انا اللي تعلمته ان نعلمه لغيري للمرأة التونسية وللصغار ونشارك نكون عندي مشاركة في الميدان هذايا. احنا بالاساس قصدنا من الاول عملنا الفورماسيون انا وفاطمة عملنا الفورماسيون سي في اللي هي ياسر طيارة عرفتنا كيفاش نجموا نخرجوا اللي عندنا وفي نفس الوقت نعملوا كونتاكت مع الدوائر اللي تخصنا. عرفنا برواحنا عن طريق الببليسيتي سواء لي فلاير سواء لي كارت فيزيت حاجه من هكاك دخلنا لي سونتر دو فورماسيون زاد كيف كيف نمينا شويه القدرات اللي عندنا تعرفنا على العباد وعرفنا برواحنا عملنا كونتاكت مع نساء عن طريق لي سونتر دو فورماسيون والا عن طريق الخدمه اللي نخدموها ونبيع ويجا شوف يجا دو بوش على اوري كيما نقولوا بشويه بشويه الحمد لله فما شويه زيد المنظمه التونسيه للتربيه الاسره عملت لها مجموعه من النوادي هذه بما انها هي كيف كيف اسمها معروف برشا والفرع نتاع بن عروس لهنا زاد كيف كيف ناشط ما شاء الله. بالنسبه للصغار والكبار سوسون دي دو شابيتر معناها مختلفين دونك الصغار باش نحاولوا نخدموا على حاجات على قد ايدياتهم على قد هكا معناها الفكر نتاعهم والصغار الكبار بالنسبه للكبار اي حاجه هما يطلبوها ينجموا يعملوا فيها فورماسيون اكسيليري فورماسيون طويله ينجم يخدم كان تيم برك يقول لك انا نحب نتعلم كان لي جاتو واحد يقول لك انا نعرف لي جاتو نحب لي فيس مونتي واحده تقول لك انا نحب نخدم الشرقي الاخرى تقول لك نحب سالي نحب فيرين دونك كل واحد هو ميولاته شنو انا نلبي الميولات نتاع المدربين. Thank you.
تذليل الصعوبات والعراقيل من خلال تعاونهن مع المنظمة الوطنية للتربية والأسرة. أول صعوبة تعرض للحرفي هي إذا كان مش نخدم من بعد كيفاش باش نبيع به عليه، على خاطر العائق اللي باش يقابله كونه يلزمه تكون عنده المعرف الجبائي. المعرف الجبائي إذا كان واحد ما يعملوش مثلا فمن المعارض الباهية ما نجمش يشارك فيها، ويقول لك إذا كان مش نعمل معرف جبائي ما عنديش، معناها باش نبيع قطعة هذه فيما معناها قطعة ما نجمش يعمل سيري كبيرة ولا ما نجمش يخدم، يعني باش يبيع بالقطعة فريمون معناها الدخل نتاعو باش يكون محدود على الآخر. هذاك العائق، معناها احنا اذا كان نقريو ونوريو ونسى في نفس الوقت نوريها كيفاش تمشي تعمل بطاقة حرفي نتاعها اللي تعاونها مليح مليح في الديوان تاع الصناعات التقليدية، خاطر ما يعاونوا زادة تحط اسمها وتحط تقول انا راني نحب نشارك في المعارض، فهمت؟ يوليو فما معارض صغيرة في الولايات، في ملتقيات نسائية، ملتقيات ثقافية، في دور الثقافة، في البلدية، في فما برشا معارض صغيرة اللي تنجم تعرفك تخليك انت تربح وتنجم تعمل بيدجي اللي تبدأ به بشوية بشوية حتى لين توصل تعمل باتونت متاعك وتولي عندك اسم وتتعرف. يعني احنا نعلمو في نفس الوقت نوريو على القليلة اللي بالو لينين في الطريق. فما حاجات احنا نوفرهم، فما حاجات احنا نوفرهم اللي باش يدربوا كيما في البيجوتي سي هذا، احنا الماتيغ بروميير المواد الاوليه احنا باش نوفروها له، احنا المهم عطينا يجي يتعلم وبعد كيفاش يوظفها كيفاش يخدمها. الحق لقينا عراقيل هي الصيغه القانونيه، خاطر اللي باش يجي يعمل فورماسيون اهم حاجه بالنسبه لي هو اسكو الفورماسيون هذيك معترف بها ولا لا، خاطر هو اللي باش يتعلم. صحيح فما مغرومين معناها كما الصغيرات ولا حتى فما نساء، اما فما اللي يحب يحل بها مشروع مش يقرا ويدفع فلوسه باش يخليها في الدار. اهم حاجه هي الصيغه القانونيه، والحق معناها كي لقينا معناها تعاملنا مع المنظمه التونسيه للمراه والاسره حلت لنا المشكله هذيك الحمد لله. دونك فار كبير من معناتها من العراقيل تحل، قاعد لنا جوست زاد لومبلاسمون ماذا بينا معناها المكان يكون ايديا قريب هكا للوسائل النقل العموميه، بحذا ارين تاع مترو مشكله باش تحط لهم امبلاسمون داخل. الصعوبات الوحيده انك باش تبيع، معناتها كي باش تخدم ارتيكل باش تخدم حاجه وين باش تبيع. اذا كان باش تشارك في المعارض الصغيره تنجم تبيع، اما اذا كان باش تشارك في المعارض الكبيره عندها برشا صعوبات على خاطر فما اوراق وفما برشا صعوبات. دونك فما صعوبات في الميدان لازم، اما لازم الواحد يحاول ما يقفش عن الصعوبات ما يوخرش، لازم يقدم. انا هذايا المشروع هذايا عملته تحدي لروحي، نحب نثبت اللي انا راني نجم نعمل برشا حاجات ان شاء الله في نفس الوقت وبقدرة ربي ما نخسر حتى شيء معناها منهم. والله انا هكيكا طبيعتي يمكن ساعات يقولوا لي طموحه فوق اللازم، ديما نطمح للخير، ديما نحب نزيد نحب نضيف، ما نجمش نقعد في الفاز ستابل، دونك ديما نحب جديد. ان شاء الله هي تجربه وان شاء الله تكون ربي يوفقنا معناها ان شاء الله ما نخسروا شيء.